السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبة الأعزاء، طلبة المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية في كلية العلوم جامعة الكوفة. أنا محدثكم دكتور بسام شاروزة. لنا لقاء اليوم يتجدد في موضوع الهندسة الوراثية بمحاضرة جديدة، هي المحاضرة الثانية بعنوان DNA Manipulative Enzymes. طبعا هنا الـ DNA Manipulative Enzymes معنى أنه الأنزيمات التي يتم من خلالها الانزيمات التي من خلالها التلاعب بجزيئات الدي ان اي. المقصود بالتلاعب هو التلاعب في داخل المختبر، بمعنى انه انا استخدم انزيمات معينه موجوده في الطبيعه تستخلص بطريقه او باخرى واستخدمها لغرض الهندسه الوراثيه للجينات. وبالتالي يعني لما عندي مثلا جزيئه دي ان اي وجزيئة الدي ان اي هذه اقوم بعملية هضمها تكسيرها الى اخره، هذا يسمى بالتلاعب بجزيئة الدي ان اي. طيب حتى نعرف هذا العنوان بشكل واضح لابد انه نتطرق للمحاضرة بشكل تفصيلي. These enzymes can be grouped into four types، يعني بمعنى انه هذه الانزيمات نحن نقدر نقسمها نصنفها الى اربعة انواع. هذا التصنيف يقوم بالاعتماد على طبيعة التفاعل لهذه الانزيمات. So it's depending on the reaction that they catalyze، معنى انه بالاعتماد على التفاعل اللي تحدثه هذه الانزيمات. عندنا اربعة انواع بشكل عام. عندنا النوع الاول اللي هو النيوكلياسز، هذه الانزيمات عادة تكون قادرة على قطع، تقصير او تحطيم بشكل كامل جزيئة النيوكليك اسيد. يعني لما اقول قطع مثلا تقطعها من الاطراف او تقطع جزيئة الدي ان اي من المنتصف. يعني الان انا عندي شريط دبل ستراند دي ان اي، لما اجيب له انزيم وقطعه من المنتصف راح يسوي لي القطعه الى قطعتين، فهذا يسموه كات. بعض الاحيان شورتن، لما يقطع لي من الاطراف راح يقصر، راح تقصر قطعه الدي ان اي فنسميها شورتن. او بعض الاحيان يصير ديجريدد نيوكليك اسيد، معنى انه قطعه الدي ان اي هذه نفرض انه شريط انا عندي واحد، لما استخدم له انزيمات النيوكلياسز في بعض الاحيان يقطع الى مجموعه قطع. يعني مثلا القطعه الواحده تصير مثلا عباره عن نيوكليوتيدات قليله، زين، قصيره جدا، فمثلا ينتج لي فد قطعه واحده تنتج من عندها مثلا فد 1000 قطعه بعد عمليه الهضم، فبالتالي هضمها بمعنى انه يحطمها ديجريدد. لما نقول النيوكليك اسيد يعني الكلام مو فقط يشمل الدي ان اي وانما يشمل حتى جزيئه الار ان اي، لانه الاحماض النوويه هي دي ان اي وار ان اي. طيب هذا فيما يخص النيوكلياسز. النوع الثاني من الانزيمات هو انزيمات اللايجيسز، اللي هي نسميها بالانزيمات اللاحمه. الانزيمات اللاحمه هذه الانزيمات طريقه عملها هي مخالفه تماما للنيوكلياسز. النيوكلياسز يقطع الاحماض النوويه، اللايجيسز يلحم الاحماض النوويه. يعني مثلا عندي قطعتين دي ان اي، هذه قطعه الدي ان اي مفصوله واريد اربطها مع بعضها البعض، فعادة عندنا اللايجيسز هو من يقوم بهذه العملية. عندنا النوع الثالث هو انزيمات البلمرة اللي هي البوليمريسز، وهذه الانزيمات الفائدة من عندها انه تسوي لي قطع من الاحماض النووية. يعني على سبيل المثال عندنا مثلا قطعة الدي ان اي بالامكان مضاعفتها باستخدام انزيم الدي ان اي بوليمريز. الدي ان اي بوليمريز راح يبني لي قطعة دي ان اي جديدة باستخدام التمبليت، معنى انه القالب، وبالتالي راح يضاعف لي الدي ان اي بالعمليات الدي ان اي ريبليكيشن. النوع الرابع والاخير اللي هو الموديفاينج انزيمز، هذه الانزيمات وظيفتها على سبيل المثال اضافه مجاميع كيميائيه، اضافه مجاميع كيميائيه المن لقطع الدي ان اي، فبالتالي نسميها موديفاينج انزيمز، معنى الانزيمات المحوره. These rules are general، معنى انه هذه الانزيمات بشكل عام يعني المصطلحات كما شرحناها، ولكن هناك نقطتين أساسيتين يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. النقطة الأولى خلينا نشوف شنو هي. Number one, although most enzymes can be classified to a particular type, a few display multiple activities. معنى إنه معظم هذه الإنزيمات إحنا صنفناها. على سبيل المثال إنزيم نسميه مثلاً هندثري، اسمه هندثري. هذا الإنزيم الهندثري وظيفته يقطع القطع الدي ان اي فنسميه نيوكلياسز، ولكن بعض الانزيمات لها دول فانكشن، بمعنى انه لها وظيفتين. زين، على سبيل المثال بعض انواع الانزيمات البلمره، بالاضافه الى انه يضاعف الدي ان اي الى القدره على انه
يحطم جزيئة الدي ان اي، فيسموها دول فانكشن، وظيفة ثنائية. فبالتالي على الرغم من انه معظم الانزيمات تصنف ضمن نوع خاص بها، يعني من ذني الانواع، الا انه بعضها يحوي على وظائف اخرى. فور اكزامبل، على سبيل المثال، ماني بوليمرايزز، العديد من انزيمات البلمرة، have in addition to their ability to make new DNA molecules، بالإضافة إلى أنه هي قادرة على صناعة جزيئات DNA جديدة، إلا أنه تحوي على وظيفة أخرى اللي هي DNA degradative activity، اللي هي فعالية تحطيم جزيئات DNA. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، as there are DNA manipulative enzymes، many similar enzymes are able to act on RNA instead. يعني احنا ذكرنا انه معظم هذه الانزيمات، قلنا الدي ان اي مانيبيوليتيف انزيم، هذه الانزيمات تشتغل على الدي ان اي، ولكن هل اكو انزيمات مثلا النيوكلييسز يشتغل على الار ان اي، لايجيزز على الار ان اي، بوليمرايزز على الار ان اي؟ نعم اكو، حتى الموديفاينج انزيم. فهنا على الرغم من انه قلنا احنا دي ان اي مانيبيوليتيف انزيمز، اكو انزيمات اخرى شبيهه تكون قادره على العمل وين؟ على جزيئات الار ان اي. على سبيل المثال الرايبو نيوكلييسز، الرايبو من الار ان اي، زين، رايبو نيوكلييسز اللي هي الانزيمات الهاضمه للاحماض النووي، فنسميها رايبو نيوكلييسز، تكون قادره على تحطيم جزيئه الار ان اي على سبيل المثال. زين، خلينا نجي للنوع الاول اللي هو النيوكلييسز. النيوكلييسز عادة هي عبارة عن انزيمات تكون قادرة على ديجريد دي ان اي موليكيولز، تحطم جزيئة الدي ان اي مثل ما قلنا، من خلال تكسير بايو بريكنج ذا فوسفوداي استر بوند. احنا نعرف انه جزيئة الدي ان اي بشكل عام تحوي على نوعين من الاواصر. النوع الاول من الاواصر هو اللي يربط، الوحدات المكونة للدي ان اي، اللي هي السكر المنقوص السكر المنقوص الاكسجين ديوكسي رايبوز والنيوكليوتيدات، زين، ومجموعه الفوسفات. ترتبط بالشريط الواحد هذه الوحده اللي هي النيوكليوتيده مع نيوكليوتيده اخرى عن طريق من؟ عن طريق اواصل نسميها فوسفوداي استر بوند. اذا الفوسفوداي استر بوند يربط وحدات المكونه للدي ان اي عبر الشريط الواحد. وعندنا النوع الثاني اللي هو الهيدروجين بوند، اللي هو يربط القواعد النيتروجينيه عبر الشريطين، يعني الشريط العلوي والشريط السفلي يرتبطن الشريطين عن طريق القواعد النيتروجينيه، الهيدروجين بوندز، العفو، عن طريق الاواصر الهيدروجينيه، الهيدروجين بوندز. اما ضمن الشريط الواحد فهي الفوسفودايستر بوند مثل ما اخذتوها بالمراحل الاوليه. فبالتالي عندي انا النيوكلييسز عندي من يشتغل؟ يشتغل على الفوسفودايستر بوند، ولذلك قطعها. There are two kind of nucleases. لاحظ الفيجر 4.1، هسه راح نشوف شنو هذا الفيجر. عندنا نوعين من الانواع، هو الاكزونيوكلييسز وعندنا الاندونيوكلييسز، وهسه راح نشوف شنو هذني. ننتقل الان للرسم. الرسومات جميعها مطالبين بها كفهم، يعني ما مطالب انه تحفظ لي اياها وما اجيب لك اياها بالامتحان، بس ما راح تفهم المحاضره اذا ما اتباع لهم ذني الرسومات، لذلك خليتهم من باب الاطلاع. عندنا هذا الرسم الآن اللي هو 4.1. عندنا نوعين من الإنزيمات، النوع الأول من الإنزيمات نسميه إكزونيوكلييسز، والنوع الثاني نسميه إندونيوكلييسز، وهذا اللي تكلمنا عنه. هذه هي الأواصر الهيدروجينية، هذه هي الأواصر الفوسفودايستر بوند. الإكزونيوكلييسز، زين، وحتى الإندونيوكلييسز، يعني كل النيوكليوسيدات تشتغل عليه من تشتغل على الفوسفودايستر بوند. فعندنا النوع الاول يسموه اكزونيوكلييسز. هذا الاكزونيوكلييسز شلون يقطع لي جزيئه الدي ان اي؟ يقطع من الاطراف، يقطع قاعدتين نيتروجيتين مرتبطتين مع بعضهما البعض، يعني بهذا الشكل. شوفوا الان هذين الاثنين انقطعن وهذين الاثنين انقطعن، ولكونه القطع صاير من الخارج فنسميه اكزونيوكلييسز. فبالتالي الانزيم اول ما يقطع لي اول اثنين، بعدين يقطع لي الاثنين اللي بعدهن، وهكذا. بنشوف انه قاعدتين نيتروجيتين مرتبطتين بآسرة هيدروجينية تنقطع بآن واحد، هذا يسموه اكزونيوكلييز. ليش يسموه اكزونيوكلييز؟ لانه يشتغل على الاطراف. خلينا نشوف الاندونيوكلييز. الاندونيوكلييز بالعكس، الاندونيوكلييز يقطع من المنتصف، يعني عندي الان هاي الشريط دي ان اي ايضا يشتغل على الفوسفودايستر بوند، ولكن لما يجي يقطع لي مباشرة من المنتصف. فبالخطوة الاولى يقطع لي اياها القطعة الى قطعتين، الخطوة الثانية يقطع لي كل قطعة مثلا إلى قطعتين، وبالأخير راح تشوف راح نصير عندنا أكثر من قطعة. ف
فهذا الفرق ما بين الإكزونيوكليسيز والإندونيوكليسيز. زين نرجع إلى الشرح. فبالتالي الإكزونيوكليسيز ريموف نيوكليوتايد one at a time from the end of DNA molecules من الأطراف. بينما الإندونيوكليسيز مثل ما قلنا are able to break internal phosphodiester bond يقطع لي الأواصر من المنتصف within the DNA molecules. internal معناها داخلي. زين يعني من الداخل. بالطبيعة عندنا different exonucleases can be distinguished based on activity. يعني عندنا هناك أنواع كثيرة من الexonucleases اللي قلنا يزيل النيوكليوتيدات من الأطراف. زين هذه الأنواع المختلفة ليه ما نصنفها اعتمادا على الactivity مالتها الفعالية. على سبيل المثال عندنا إنزيم اسمه Bal31. هذا من مأخوذ؟ مأخوذ من بكتيريا يسموها Ultramonas spigiana. Ultramonas spigiana. هذا البال 31 remove nucleotide from both strand of double strand molecule. زين. يا فيجر 4 4.2A. 4.2A. نروح للفيجر ونشوف. هذا عندنا 4.2. هذا 4.1. هذا 4.2. لما نجي للبال 31 نشوف البال 31 يقطع لي 2 نيوكليوتيدات بنفس الوقت. يقطع لي 2 نيوكليوتيدات بنفس الوقت يعني نفس هذا الشرح اللي شرحناه. طيب النوع الثاني اللي هو الإكزونيوكليسيز 3 إذا تنتبهون هو صحيح يقطع لي نيوكليوتيدة أيضا من الأطراف لأن هو إكزونيوكليس بس يقطع بس وحدة وبعدين لما يقطع الثاني يقطع لي بصفها. شوفوا الآن قطع بصفها. فبالتالي الاكتيفيتي مالت الإكزونيوكليسيز تختلف. طبعا هذا شريط الدي ان اي اخاف واحد ما يعرف المفروض انه انتم مرحله رابعه. هذه هنا قاعده نيتروجينيه يعني مثلا هاي ادينين اي جوانين جي سي تي وهكذا يعني راندوملي. والادينين مرتبط ويا من ويا ثايمين جوانين ويا سايتوسين. وتعرفون ان الادينين يرتبط باصرتين هيدروجينيه ويا الثايمين والجوانين او السايتوسين يرتبط باصرتين بالثلاث اواصر هيدروجينيه عفوا مع المتمم مالته. زين فاعتمادا على المود اوف اكشن يعني طبيعه العمل مالت الانزيم تكون عمليه القطع. على سبيل المثال قلنا بال 31 اللي ماخوذ من الاسبيجيانا زين يقطع لي 2 سويه اما الاكزونيوكليس 3 يقطع لي بس وحده. نرجع للشرح نشوف ايش مكتوب. فبالتالي بال 31 ريموف نيوكليوتايد فروم بوث ستراند اوف دبل ستراند مولكيولز يعني يشيل لي نيوكليوتين بنفس الوقت مرتبطين بأصل هيدروجينين. The greater the length of time that Bal 3 is allowed to act on a group of DNA molecules, the shorter the resulting DNA will be. كل ما كان عندنا شريط ال DNA طويل كل ما عملية الهضم زين راح تتم على أكثر من جزيئة واحدة وبالتالي عملية تقصير الجزيئات راح يحدث. بالمقابل عندنا الإكزونيوكليز 3 اللي مأخوذ مين من بكتيريا إيكولاي. يعني بالامتحان إذا جبت لك مثلا البال 31 مين ماخذي إيكولاي لو ألتراموناس سبيجيانا تقول لي يا مثلا ماخذي من ألتراموناس. فهكذا ركزوا على هذن اللي مسويهم بالبولد لأنه هذه عادة مهمة. النوع الثاني قلنا الإكزونيوكليز وأشرحناه بالكيفية السابقة. طيب The same things can be seen إن إندونيوكليز. الآن تكلمنا على الإكزونيوكليز. نجي المن إلى الإندونيوكليز. الإندونيوكليز اللي قلنا يقطع جزيئة الدي إن إيه من المنتصف وليس من الأطراف. نفس الحالة. أيضا تصنف الإندونيوكليز يعني إنزيمات الإندونيوكليز إلى عدة أنواع اعتمادا على يمن على طبيعة العمل مالتها المود أوف أكشن. زين. عندنا على سبيل المثال إنزيم اسمه S1 إندونيوكليز. هذا مأخوذ من الأسبرجيلس أوريزيا. هذا عادة يقطع لي كليف single strand DNA. فيجر 4 4.3A هسه نشوفها. يعني شنو معناها يقطع لي single strand؟ تعرفون انتو DNA هو عبارة عن دائما double strand بس بعض الأحيان اكو عندنا بعض الكائنات عندها single strand. وعندنا بعض الأحيان انه DNA ينفصل يصير single strand. على سبيل المثال لما DNA يراد منه الاستنساخ ويتحول المن إلى RNA. فبهذه الحالة عادة عندنا الـ DNA يتحول إلى شريط منفرد ومن ثم يبدأ بالاستنساخ أو التضاعف. وعندنا بعض الفيروسات مثلا تحاول على single strand DNA وهكذا. فبالتالي هذا الـ S1 endonuclease يكون قادر
على هضم جزيئات الـ DNA اللي يكون شريطها single strand. طبعا هذا مأخوذ من الأسبرجيلس أوريزيا. ستقول لي يا با زين هذا الإنزيم بداخل هذا الأسبرجيلس أوريزيا شي يسوي به هذا الأسبرجيلس هذا الفنقس؟ لأن يعني تعرفون بعض أنواع الفيروسات قد تصيب الفطريات زين، فبالتالي أكو وسيلة دفاع من الفطر ضد من؟ ضد الفيروس. لأنه الفيروس لما راح يدخل شو راح يسوي؟ راح يحقن الـ DNA مالته أول خطوة حتى يخلي الخلية كلها تتحول إلى مصنع لإنتاج الفيروسات. فالكائنات البقية خب ما تقعد وتسكت، لا إلها وسائل دفاع. فعلى سبيل المثال عندها هذه الإنزيمات، لما يجي الـ S1 endonucleus اللي هو موجود مجرد ما دخل الـ DNA مالت الفيروس رأساً كمش حطمه. زين إحنا شو سوينا؟ لكونه احنا درسنا هاي الامور نريد نستفاد من ادب الهندسه الوراثيه، نريد نصنع ادويه مثلا، قمنا نستفاد من هذه الانزيمات. يعني ستقول لي يا بسؤال شنو الفائده انه انا من عندي اعرف الاندونيوكلييز والنيوكلييز واللايجيز؟ هذني كلهن راح نعرف بعدين بالمستقبل شلون راح احنا بالهندسه الوراثيه. اذا تذكرون بالمحاضره الاولى ذكرنا انه اول خطوه نسويها هو البلازميد، نفتح البلازميد وندخل بي جين، وبعدين هذا الجين ناخذ البلازميد اللي حاوي على قطعه الجين وسميناها هاي الجزيئه بشنو؟ ريكومبوننت دي ان اي مولكيولز اذا تذكرون. وبعدين ناخذ هذا الانزيم هذا البلازميد وندخله الى داخل البكتيريا ونخلي البكتيريا تنتج لي البروتين اللي شفر ذاك الجين. طيب السؤال هو كيف اني افتح قطعه البلازميد وكيف اني ادخل قطعه الجين بالبلازميد غير اكو انزيمات؟ هاي الانزيمات الان احنا دعنا ناخذها بهذه المحاضره زين، فلذلك هي مقدمه علما للمحاضرات القادمه، ولذلك هي من المحاضرات المهمه جدا زين. فعندنا الاس 1 اندونيوكليسيس، هذا الاس 1 اندونيوكليسيس يقطع لي سنجل ستراند فقط دي ان، بينما على سبيل المثال عندنا انزيم اخر يسموه دي ان ايز 1 اللي هو ديوكسي ريبونيوكليز 1. اخاف يجيك بالامتحان تكتب لي اياهم اثنيناتهم دي ان ايز 1 وديوكسي ريبونيوكليز 1. هذا الانزيم ماخوذ من بنكرياس الابقار. هذا الانزيم يكون قادر على هضم، يعني على قطع، لما نقول هضم معناها قطع، قطع جزيئه الدي ان اي سواء كانت مفرده او سواء كانت مزدوجه، يعني دبل ستراند دي ان اي او سنجل ستراند دي ان اي، وهم ما راح نشوفها الان بالرسم 4-3b. On the other hand من ناحيه اخرى the special group of enzyme called restriction endonucleases اللي هي هذه اللي راح نستخدمها بمن بالهندسه الوراثيه، هذا الانزيمات اللي نسميها ريستركشن اندونيوكليسيس هي اللي راح نستخدمها بمن بتطبيقات الهندسه الوراثيه. هذه الانزيمات كليف دبل ستراند دي ان اي، هاي اول نقطه، اول شيء انا عدي انه هي تقطع لي دبل ستراند دي ان اي مو سنجل ستراند، لازم دبل ستراند. بعد وهذه الانزيمات تقطع للسيكونس محدد، يعني احنا نعرف انه الدي ان اي مكون مثلا من نيوكليوتيدات، وهذه النيوكليوتيدات هي تشفر لي احماض امينيه ادينين ثايمين جوانين سيتوسين، اكو فد سيكونس معين، هذا السيكونس هو اللي انقطع. هسه شلون هذا السيكونس؟ سنشوفه بالفيجر 4-3c. خلينا نشوفه، احنا قلنا 4-3 جروب 4-3 هذا عندنا اول واحد اللي هو S1 نيوكليسيس، قلنا انه يقطع شريط دي ان اي منفرد، اذا كان شريط عندي دي ان اي منفرد وجبت اس 1 نيوكليسيس وخليته وياه راح يقطع لي اياه زين. السؤال النوع الثاني زين، قلنا الدي ان ايز اللي هو الديوكسي رايبو نيوكلييز، هذا الديوكسي رايبو نيوكلييز زين، العفو بس خلينا نرجع للاس 1 نيوكليس، اس 1 نيوكليس يقطع لي السنجل ستراند دي ان اي، اذا اكو دبل ستراند دي ان اي هم ما تقطع لي، بس ما يقطع بنفس الوقت، شو يسوي؟ يقطع الشريط من الفوق فيسوي لي نيك حفره، وبعدين يقطع الشريط الثاني يعني على خطوتين، بينما الشريط المنفرد يقطع مباشره زين بالخطوه الاولى راح يقطعه، بالخطوه الثانيه راح يقطع المتبقي وهكذا. الدي ان ايز لا، الدي ان ايز عنده شريط سواء كان منفرد راح يقطعه بنفس الكيفيه، او عنده مزدوج مباشره راح يقطعه الى قطعتين. شوفوا شلون الاليه تختلف، يعني ما يسوي لي اول ما نيك، يعني ما يقطع لي اول ما الشريط العلوي بعدين يقطع لي الشريط السفلي، لا يقطع لي اياه بنفس الوقت. عندنا ريستركشن انزايم يقطع لي اياه بمكان محدد، سيكونس محدد، السيكونس هذا موجود يقطعه، السيكونس ما موجود ما يقطعه زين. هذا بالنسبه للانزيمات. هسه شلون هذا الريستركشن انزايم راح نجي ان شاء الله تعالى.
بالمستقبل. الآن خلصنا من الصفحة الأولى، ننتقل إلى الصفحة الثانية. بالمقابل عندي إنزيمات أخرى نسميها الليجيزز. هذه الإنزيمات تكون إلها وظيفة تماماً عكس وظيفة الإنزيمات القاطعة، وظيفتها هي لاحمة، بمعنى أنه عندي أنا جزيئات DNA وأريد ألحمهن. خلينا نشوف إيش مكتوب. In the cell, the function of DNA ligase is to repair single strand break discontinuity. Discontinuities. شنو معناها؟ بعض الأحيان اللي يصير عندي أنا بالخلية عندي شريط DNA يصير بيه طفرة. يصير طفرة وراثية معينة. شنو الطفرة؟ معناها إنه نيوكليوتيدة تروح. أو بعض الأحيان يصير عندي breaking، يعني الفوسفودايستر بوند بنفس الشريط بعض الأحيان تنكسر، فصير عندي حفرة، صير عندي نيك نسميها. اللايجيز بالطبيعة موجود بداخل الإيكولاي، بداخل أي بكتيريا، زين، وظيفته يجي يصلح الخلل اللي صار، يصلح عملية تكسير الآصرة الفوسفودايستر بوند، يصلحها. زين، DNA ligase from most organisms can also join together two individual fragments of double strand DNA. يعني شنو؟ يعني عندي قطعتين مفصولتين تماما، زين، double strand DNA molecules، قطعتين الليجيز يجي يربطهن، يقدر يجي يربطهن اثنيناتهم سويه، زين، وبالتالي يصلحها. فلذلك لما نجي نريد نربط قطعه الجين بالبلازميد شلون نربطها؟ اول ما نقصها، زين، عن طريق الانزيمات القاطعه، بعدين نلحمها عن طريق الانزيمات اللاحمه اللي هي الليجيزز. ولذلك احنا شنو نقول؟ The role of this enzyme is construction of recombinant DNA molecules. Recombinant DNA molecules قلنا انه قطعة البلازميد اللي بيها جين نسميها recombinant DNA molecules. فالليجيز وظيفته هو شنو؟ يلحم او يبني construction، يعني ابني قطعة البلازميد المهندسة وراثيا. هذا بالنسبة للليجيز. زين، خلينا ننتقل للرسم ونشوف. العفو ما خال رسم. ننتقل الى البوليمرايزز. شوي اريدكم تنتبهون بالبوليمرايزز لانه اكو بيه بعض الامور المهمه. البوليمرايزز عاده عندنا الدي ان اي بوليمرايزز ار انزايم ذات سينثيسز ا نيو ستراند اوف دي ان اي كومبلمنتري تو ان اكزيست دي ان اي اور ار ان اي. عندنا انزيمات البلمره اللي يصير مثل ما تعرفون حضراتكم، سواء كان دي ان اي بوليمرايز او سواء كان ار ان اي بوليمرايز، اللي يسوي شنو؟ هو يبني شريط متمم المن للشريط الاصلي، زين، سواء كان ار ان اي، يعني سواء كان دي ان اي بوليمرايز او ار ان اي بوليمرايز، يبني لي شريط متمم المن للشريط الاصلي. فيجر 4.5A هسه نشوفها. Most polymerases, معظم أنواع البوليمرايزز can function only if the template possesses a double strand region that act as a primer for initial polymerization. أكيد كلكم ماخذين البي سي آر، والمفروض إنه أخذتوه بالكورس الأول. عندنا بالبي سي آر، حتى تسوي بي سي آر لازم عندك قطعة template اللي هي القالب، وبعدين لازم أكو قطعة برايمر، دي إن إيه برايمر. هذا الدي ان اي برايمر يرتبط وين؟ بقطعه الدي ان اي المفرده سنجل ستراند، وبعدين يجي الدي ان اي بوليمريز يضيف قواعد نيتروجينيه ويبني للمتمم المن للشريط الام. زين، يبني للشريط الام. طيب، خلينا ننتقل للرسم حتى يكون الامر واوضح. ساعدنا هنا البوليمرايز. بالنسبه للبيسك رياكشن عاده عندنا حتى بالخليه لازم اكو برايمر، فبالتالي عندنا هذا الشريط الاول لانه اول خطوه بعمليه تضاعف الدي ان اي انه الشريطين ينفتحن، فكل من يصير سنجل ستراند، وبعدين اكو بالخليه برايمر. البرايمر يجي يتمم الشريط، وبعدين يجي البوليمرايز يضيف قواعد نيتروجينيه ويربط بواصر فوسفودايستر بوند. يعني على سبيل المثال الثايمين يضيف الأدينين، الأدينين ثايمين، السيتوسين جوانين، الجوانين سيتوسين، وهكذا، فراح يكمل لي البناء، فراح يصير عندي نيولي سينثيسايز سترين، معنى الشريط مبني بشكل جديد. طيب، هذا عندنا الدي ان اي بوليمريز.
عندنا نوع ثاني من البوليمرايزات اللي هو الدي ان اي بوليمرايز 1. هذا الدي ان اي بوليمرايز 1 اخاف راح تلاحظون هذه ملاحظه جدا مهمه. بالطبيعه ما لي شغله بالبي سي ار، بالطبيعه لانه البي سي ار اللي نستخدمه بتقنيه البي سي ار هذا احنا مهندسين وراثين ومتلاعبين به وخاليه مباشره يبني لي بهذه الكيفيه اللي ذكرناها. ولكن ذاك اللي بالطبيعه عندنا اكو فد شيء يسموه بروف ريدنج. شنو البروف ريدنج؟ البروف ريدنج معناه عمليه تصحيح الاخطاء. اللي يصير شنو؟ انه بعض الاحيان تصير اكو طفرات وراثيه. الطفره الوراثيه على سبيل المثال بكتيريا تعرضت لأشعة فوق بنفسجية، أو حتى بالإنسان، يعني على سبيل المثال حتى بالإنسان، إنسان يتعرض إلى مثلا مطفرات، سواء كان مادة كيميائية، سواء كان أشعة، سواء كان أمور أخرى سببت طفرات وراثية. اللي يصير شنو بالطفرة الوراثية؟ إنه بعض الأحيان يصير طفرة حذف، يعني تنحذف قواعد نيتروجينية، فيسوي لي نك اللي هو الحفرة. الدي ان اي بوليمراز شو يسوي؟ يجي يضيف هنا بالمكان، يصلح الطفره، يضيف لي هنا بالمكان، يعني يضيف لي القواعد المتممه، الجوانين يضيف لها سايتوسين، ثايمين، ادينين، ادينين ثايمين، ادينين ثايمين، وتتمم لي. بعدين شو يسوي؟ هذن اللي بقيه اللي هنا هم ما تزيلهن ويعيد بنائهن، فيسموه بروف ريدنج، يصلح يتاكد وين اكو خطا. زين، هذا فيما يخص الدي ان اي بوليمرايز 1. عندنا نوع ثالث من الانزيمات يسموه كلينو فراجمنت. كلينو فراجمنت، هذا الكلينو فراجمنت هو كالتالي. الكلينو فراجمنت عندي هنا اكو خلل، مجرد يصلح للخلل، ما يسوي، ما يضيف، ما يزيل القواعد المتبقيه ويعيد بنائها، مجرد يصلح للخطأ خلل. هنرجع للشرح ونشوف ايش مكتوب. عفوا، فتكلمنا على ال DNA polymerase 1 وقلنا انه يضيف النيك والى اخره. The polymerase and the nuclease activity of DNA polymerase 1 are controlled by different part of the enzyme molecule. هنا شنو معناها different part of the enzyme molecules؟ انتم تعرفون انه البروتين باجزاء، فأكو جزء فعال، أكو جزء غير فعال، أكو جزء ارتباط، يعني جزيئة البروتين بها أكو أجزاء. أجزاء يعني البروتين الآن عندي شكله ثلاثي الأبعاد لما نشوف يعني بالطبيعة، بها أكو أجزاء، كل جزء يكون مسؤول عن وظيفة معينة. تمو تعرفون بالمحاضرات بالكيمياء الحياتية أخذنا البروتين بأن تيرمينال دومين وسي تيرمينال دومين، يعني طرف بالموقع الأن وطرف بالموقع سي، سي تيرمينال دومين. زين، المفروض انه هذه ماخذيها مثلا بالمحاضرات بالمرحله الثانيه. فالان تيرمينال دومين هذا دومين، يعني جزء من البروتين الى وظيفه، سي تيرمينال دومين الى وظيفه. فعندنا بانزيم البوليمرايز 1 جزء من البروتين يقوم بعمليه البناء، جزء من البروتين يقوم بعمليه الهضم اللي ذكرناها على مود انه يسوي لي بروف ريدنج. زين، شو يقول هنا؟ يقول انه النيوكليز اكتيفيتي از كونتين ان ذا فيرست 323 امينو اسيد. يعني عندي الان الدي ان اي بوليمريز اول 323 امينو اسيد. نعرف احنا البروتين مكون من بولدنج بلوكس، وحدات البناء اللي هي الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه بالانزيم الدي ان اي بوليمريز، خلي اقول مثلا مكون الدي ان اي بوليمريز من مثلا 500 حامض اميني. اول 323 حامض اميني وظيفتها هي شنو؟ هي وظيفتها عملية الهضم. زين، والمتبقي وظيفته عملية البناء. فش يقول؟ يقول هنا the nuclease activity is contained، يعني احنا خلينا نرجع فقط للرسم حتى تكون الصورة واضحة. احنا هنا الDNA polymerase شنو قلنا وظيفته؟ وظيفته انه يعيد لي بناء. زين، وبنفس الوقت الى وظيفة endonuclease، يعني شنو؟ يعني يقوم بهضم هذني. هذا هو وظيفته بالطبيعة. زين، فعدى وظيفتين دول فانكشن مثل ما قبل شوية شرحنا بالصفحة الأولى. الوظيفة الأولى يسوي عملية بلمرة، يعني يبني، والوظيفة الثانية يزيل. زين، الطرف اللي يزيل اللي هو الاندونيوكلياسز موجود ضمن أول 323 حامض أميني.
فبالتالي اذا البروتين احنا حورناه يعني تلاعبنا بجزيئة الـ DNA بوليمريز وضفنا وحذفنا أول 323 حامض أميني اللي هي مسؤولة عن وظيفة الإندونيوكلييز يعني عملية الإزالة ما ذن القواعد النيتروجينية، البروتين ايش تتوقعون ايش راح يشتغل؟ راح تكون وظيفته فقط يعيد البناء، لما يوصل للإكزونيوكلييز ما يقدر يسويه. أتمنى تكون واضحة الصورة، وإذا كان خلل يعني في عملية الفهم أني حاضر للإعادة. فنحن شنو نقول؟ نقول the nucleus activity معنى انه الفعالية مات النيوكلييز مات عملية هضم الـ DNA is contained يعني تكون محتوية ضمن اول 323 حامض اميني اميا من البوليبيبتايد مات البوليمريز. بالتالي اذا حذفناها so removal of this segment ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي modified enzyme انزيم محور يعني انزيم بوليمريز محور that retain يعني يحوي على فقط بوليمريز function وظيفة البوليمريز but is unable to degrade DNA بس ما يكون قادر عليما على هضم الـ DNA. ليش؟ لأنه أنا شنو شلت منه أول 323 حامض أميني. This modified enzyme هذا الإنزيم اللي محور called clino fragment. هذا clino fragment هو اللي إحنا نستخدمه بالبي سي آر. هذا clino fragment شو يسوي لي؟ يضاعف لي قطعة الـ DNA بس ما يهضمها. زين؟ بالنسبة التاج دي ان اي بوليمريز، التاج دي ان اي بوليمريز نستخدمه بعمليه البي سي ار مثل ما شرحنا بالمحاضرات التقانة الاحيائيه، وهذا ماخوذ من بكتيريا يسموها ثيرموس اكواتيكوس، واعتقد انه مقياس الملاحظه. هذا نوع من انواع البكتيريا اللي يكون مقاوم للحراره. This organism lives in hot springs يعني بالينابيع الحاره. And its enzyme are resistant to denaturation by heat. تعرفون انت كل بروتين يصير لعملية مسخ يعني denaturation وين لما نفوره لما نخليه بماء حار مثلا، بس لكونه هذه البكتيريا هي already تعيش بالينابيع الحارة لذلك كل جزيئات البروتين مالتها تتحمل درجة الغليان، فبالتالي لكونه هذه البكتيريا تتحمل درجة الغليان وانزيماتها تتحمل درجة الغليان لذلك احنا استخلصنا الـ DNA بوليمريز مالتها التاج واستخدمناه بتقنية الـ PCR. زين؟ This is the special feature يعني هي هاي الصفة المميزة للتاج دي ان اي بوليمريز that is make it suitable for PCR مثل ما ذكرنا لأنه تتحمل درجة حرارة 64 وبالتالي تبقى جزيئة البروتين محافظة على نفسها وتؤدي الوظيفة مالتها حتى لما ترتفع درجة الغليان ترتفع درجة حرارة درجة الغليان لأنه تعرفون انتو بالبي سي ار أساس عمل البي سي ار هو أول شيء ارتفاع درجة الحرارة زين راح ينفصل الشريطين بال 95 ثم بعد ذلك انخفاض درجة الحرارة راح يرتبط البرايمر ثم بعد ذلك انخفاض درجة الحرارة بعد أكثر راح يبدي البوليمريز يبني بالخمسينات بخمسين سيليزي بالثنين وسبعين يرتبط البرايمر بالخمسينات راح يبدي يبني بعد ذلك راح تكرر الدورة بالخمسة وتسعين راح ينفصل الشريط وهكذا جزيئة البروتين بهذه درجات الحرارة الخمسة وتسعين تبقى ما بها شيء طبيعية زين ليش طبيعية لأنه هي مأخوذة من كائن موجود أصلا بالينابيع الحارة ولذلك نستخدمها بالبي سي ار. طيب هذا الموضوع الاخر ننتقل الى الموضوع الثالث اللي هو الانزيمز فور كاتينج دي ان اي اللي هو الريستركشن انزيمز اللي هو الموضوع الاساسي اللي نتكلم عنه. الان احنا تكلمنا بالمقدمه والان نتكلم بالامور الاساسيه اللي نحتاجها بالهندسه الوراثيه، يعني كل هذا الكلام كان عباره عن مقدمه لهذا الموضوع. مثل ما تعرفون حضراتكم جين كلونينج عملية كلونة الجينات تحتاج requires DNA molecules be cut in very precise sites يعني لما أني أخذ هذا البلازميد مالتي وأقطعه وأرد أجيب له قطعة جين اللي هو جين المسؤول عن إنتاج الإنسولين وأكمش جين الإنسولين وأريد أدمجه فقط وانا اعتذر على قطع الصوت طيب
فبعملية الكلونة اللي نحتاجه شنو؟ هو نحتاج عملية مثل ما ذكرون بالمحاضرة الأولى، قطع الجين ومن ثم ألصاقه بالبلازميد. إذا الآن هذا الجين يكون كله أقطع، أقطع من الحواف مالته، من بداية الجين، من الستارت كودون اللي هي الاي تي جي إلى الستوب كودون. زين شلون أقطع بهذه الكيفية بحيث أنه أستخدم إنزيم يقطع لي الجين من البداية للنهاية؟ بالتالي أكو فد إنزيمات نسميها الريستركشن إنزيم اللي راح نتكلم عنها. فهنا عملية كلونة الجينات جين كلونينج requires that DNA molecules be cut in a very precise site، يعني في موقع دقيق. زين each vector molecules يعني كل البلازميدات، كل جزيئة بلازميد must be cleaved a single position، لازم نقطعها في single position، معناه انه في مكان محدد واحد، to be opened حتى تنفتح. So to open up the circle so that the new DNA the target gene can be inserted، يعني حتى نفتح قطعة البلازميد لازم نستخدم انزيمات قاطعة تقطع ليها بأماكن محددة، وبعد ذلك قطعة الجين نحشرها وين؟ باستخدام انزيمات لاحمة ندمجها ويا من؟ ويا قطعة البلازميد. If the vector molecules إذا جزيئة البلازميد is being cut more than once it will be broken into two or more separate fragments and cannot be used as a cloning vector. يعني عندنا الآن مثلا جبت أنا قطعة البلازميد مالتي اللي هو الدائري واستخدمت إنزيم، هذا الإنزيم يكون يقطع لي بمكان محدد ويكون ما يقطع بأي مكان آخر، لأنه قطعة البلازميد إذا انقطعت أكثر من قطعة راح يصير عندي مشكلة. زين فبالتالي أنا أريد أقطعه بمكان محدد، فلذلك لازم أستخدم إنزيمات تقطع في أماكن محددة. هذه الإنزيمات اللي تقطع في أماكن محددة نسميها restriction endonucleases. زين مين حصلوا هاي الإنزيمات وشلون جابوها؟ خلينا نشوف إيش مكتوب. The initial observation يعني أول ما لاحظوا إنه هذه الإنزيمات يعني الملاحظة البدائية الأولى that led to the eventual discovery of restriction in endonucleases، يعني الملاحظة الأولى اللي أدت إلى اكتشاف وجود الإندونيوكلياسز. شو كانت صارت هذه أول تجربة بحيث اكتشفوا بها هاي الإنزيمات عام 1950؟ شلون شافوها؟ لقوا إنه بعض أنواع البكتيريا تكون مقاومة للبكتيريوفيج. إحنا نعرف إنه البكتيريوفيج عبارة عن فيروس. شوف هناش مكتوب when it was shown that some strains of bacteria are immune to bacteriophage infection، يعني تكون مقاومة لمن؟ للإصابة بالبكتيريوفيج. بعض أنواع البكتيريا تكون مقاومة للفيروسات. إحنا نعرف إنه كل فيروس يصيب بكتيريا يسموه بكتيريوفيج. الفيروس بمجرد ما يصيب البكتيريا شنو اللي يصير؟ يحقن الدي ان اي مالته داخل داخل البكتيريا. هذه اول خطوه. ليش يحقن الدي ان اي مالته؟ حتى يحول البكتيريا الى مصنع الى تنتج للفيروسات. فاللي لاحظوا شنو؟ لاحظوا انه بعض انواع الفيروسات على الرغم من انه هو يصيب البكتيريا الا انه البكتيريا تبقى عايشه والفيروس ما يقدر يتكاثر. زين اميون معناه انه تكون عندها مناعه. هذه الظاهرة يسموها phenomena، يعني هاي الظاهرة referred to سموها host control restriction. host control restriction يعني معناها انه مقاومة للهوست معناها مضيف، control معناها سيطرة، restriction تقييد. زين احفظوها كمان هي host control restriction. الريستركشن انزيمز اكار بيكوز ذا بكتيريا اللي صاروا شنو؟ انه البلازميد عفوا الفيروس على الرغم من انه اصاب البكتيريا، على الرغم من انه حقن الدي ان اي مالته، الا انه البكتيريا ايش سوت؟ انتجت انزيمات، هذه الانزيمات كمشت الدي ان اي مالت الفيروس وحطمته، بالتالي الفيروس ما استطاع انه يتضاعف داخل الخليه، وبالعكس البكتيريا استفادت من النيوكليوتيدات مالت الدي ان اي مالت الفيروس. فلان شي يقول restriction occur because the bacterium produce an enzyme تنتج لنا فد enzyme that degrade اللي حطوا منه the phage DNA DNA مات البكتيريوفيج before it has time to replicate قبل ما الوقت اللازم حتى يتضاعف بالفيروس ويتكون جزيئات أخرى.
فيجر 4.8 اي. خلينا نروح للفيجر ونشوف ايش مرسوم عندنا الان. هذا هو الفيجر عندنا الان. هذا هو البكتيريوفاج. بالحاله الطبيعيه البكتيريوفاج زين مجرد ما اجى التصق بالبكتيريا حقن ماده الدي ان اي. الدي ان اي ايش راح يصير؟ راح يتضاعف داخلها وراح يبني البكتيريوفاجات داخل البكتيريا وراح تموت الخليه ويطلع. ولكن اللي صار شنو؟ انه البكتيريوفاج حقن الدي ان اي مالته، اجت جزيئات موجوده بداخل البكتيريا اللي هي نسميها الريستركشن اندونيوكلييس بعد، وهذه الجزيئات ارتبطت بالدي ان اي وحطمته. شوفوا الان تحولت القطعه الواحده الى ثلاث قطع. بالتالي اذا تحطم جزيئه الدي ان اي مات الفيروس داخل البكتيريا، البكتيريا راح تبقى عايشه ولا كانه ولا اثر بها. طيب سؤال جدا مهم، شوي عليكم شوي تركزوا معي. هذه الانزيمات اللي موجوده داخل البكتيريا حطمت الدي ان اي، زين ما هي البكتيريا اصلا بها دي ان اي، هذه الانزيمات ليش ما حطمت الانزيم الدي ان اي مات البكتيريا؟ شلون حطمت الدي ان اي مات البكتيريوفاج وبنفس الوقت ما حطمت الدي ان اي مالت من؟ مالت البكتيريا. وصل السؤال؟ وصلت الفكره لو لا؟ يعني الان عندنا هنا بهاي البكتيريا اكو انزيمات قاطعه سميناها ريستركشن اندونيوكلييسز او ريستركشن انزيمز. هاي الريستركشن انزيمز او الريستركشن اندونيوكلييسز حطمت دي ان اي مات خليه مات الفيروس. زي ما هي البكتيريا بيها اصلا دي ان اي، شلون هذه الانزيمات ما حطمت هذه الدي ان اي مات البكتيريا؟ بالتالي اذا هي بيها انزيمات وحطم الدي ان اي خب البكتيريا راح تموت اوريدي. شلون هاي البكتيريا قاومت؟ خلينا نشوف. خلينا نرجع للشرح ونشوف مكتوب هذا الكلام ولا لا. The bacterium own DNA يعني الدي ان اي مات البكتيريا. The destruction of which would be of course be lethal. إذا تم عملية هضم الدي ان اي مات البكتيريا بالطبع راح يسبب قتل علما للبكتيريا. هذه البكتيريا عادة is protected from attack يعني عادة الدي ان اي مالتها يكون عادة محمي من عملية الانزيمات القاطعة اللي تحويها. شلون؟ الدي ان اي مالتها يكون حاوي على مجموعة يسموها ميثيل جروب. هذا الميثيل جروب، خلينا نرجع شوف الان عندنا هذا الدي ان اي اللي موجود بداخل البكتيريا حاوي على مجموعة ميثيل. الميثيل هو سي اتش 3 مجموعة كيميائية. هذا السي اتش 3 لما ترتبط بالدي ان اي مالت البكتيريا البروتين لما يجي يريد يرتبط ما يقدر يرتبط، فبالتالي ما يقدر يهضم الدي ان اي مالت من مالت البكتيريا. الفيروس ما بي مجموعة ميثيل جروب، فالبكتيريا عندها انزيم اخر مثل الريستركشن انزيم بس مو وظيفته هضم، وظيفته تحوير. تذكرون احنا بالصفحة الأولى قلنا اكو انزيمات، خلينا نرجع الصفحة الأولى قلنا اكو انزيمات يسموها موديفاينج انزيم. هذه الانزيمات الموديفاينج انزيم تضيف مجموعة ميثيل جروب وين؟ بالدي ان اي مالت البكتيريا وتحوره. لما تحوره الانزيمات الهاضمة لما تيجي تريد ترتبط بمن؟ بالدي ان اي مالت البكتيريا ما راح تقدر، فبالتالي ما راح تهضم الدي ان اي مالتها. الفيروس لما يدخل هنا ما بي ميثيل جروب، ما بي ميثيل جروب يسموه نون ميثيليتد جروب، فتجي هاي الانزيمات الهاضمة تهضمه. هذا الانزيم اللي يضيف لنا ميثيل جروب زين اللي يضيف لنا ميثيل جروب المن للدي ان اي يسموه ميثيل ترانسفيريز، يعني الميثيل مثلا من مجموعه ميثيل، ترانسفيريز يعني ناقل، فميثيل ترانسفيريز انزيمات النواقل الميثيل هذه ميثيل ترانسفيريز. فبالتالي هنا شو يقول؟ يقول انه البكتيريا الدي ان اي مالتها ما يهاجمه الانزيمات القاطعه. ليش؟ لان بي مجموعه الميثيل جروب وهاي الميثيل جروب ضافها الانزيم يسموه ميثيل ترانسفيريز. These degradative enzymes called restriction endonuclease and are synthesized by many. يعني العديد من انواع البكتيريا لها القدره على انه انتاج endonuclease enzyme زين وتصنع كل بكتيريا خاصه لها نوع خاص بها. The central feature of type 2 restriction endonucleases بعض الأحيان الريستركشن إندونيوكلييسز نسميها ريستركشن إنزيم ونسميها تايب 2 ريستركشن إندونيوكلييسز كلهم نفس التسميات. Is that each enzyme has a specific recognition sequence at which it cut DNA molecules. بالبكتيريا أكو مجموعة كبيرة من الإنزيمات القاطعة اللي هي سميناها الريستركشن إندونيوكلييسز
كل انزيم له فد سيكونس محدد يقطع به. هسه شلون؟ هسه راح نجي. على سبيل المثال عندنا انزيم اسمه PVU1 معزول من بكتيريا اسمها بروتياس فيلغاريوس. هذا البروتياس فيلغاريوس هذا الانزيم البي في يو 1 بالدي ان اي اذا لقى هذا السيكونس سي جي اي تي سي جي وين ما يلقاه يقطعه، وين ما يلقاه هذا الانزيم يقطعه. اذا لقى غير سيكونس بالدي ان اي ما راح يقطعه. زين عندنا على سبيل المثال اكو انزيم ثاني همات ماخوذ من البروتياس فيلغاريوس اسمه بي في يو 2 هذا يقطع لي شنو؟ يقطع لي هذا السيكونس سي اي جي سي تي جي. فبالتالي وين ما يلقى هذا السيكونس بالدي ان اي بهذا الشكل بهذا الترتيب يقطعه، يقطع الدي ان اي مالته. بس هذا الانزيم ما يقدر يقطع هذا الانزيم هذا السيكونس، وهذا الانزيم ما يقدر يقطع هذا السيكونس. فبالتالي كل بكتيريا لها مجموعه من الانزيمات القاطعه، وكل انزيم قاطع له سيكونس خاص به، سيكونس بالدي ان اي خاص به. هسه راح تقول لي زين هاي شنو الهكسونيوكليوتايد؟ هذين اذا نحسبهن 6 1 2 3 4 5 6 فنسميها هكسا، هكسا نيوكليوتايد. اذا قلنا هبتا يعني 7، اذا اوكتا معناها 8 وهكذا. زين اكو هناك انواع اخرى، مثلا على سبيل المثال عندنا بكتيريا الهيموفيلس انفلونزا بها انزيم اسمه هنف، بها انزيم اسمه هنف. هذا الانزيم يقطع لي هذا السيكونس جي اي ان تي سي. زين هسه احنا جي نعرفها هاي جوانين هاي ادينين هذه ثايمين هذه سايتوسين. ان شنو ان؟ ماكو بالدي ان اي شيء اسمه ان. ان معناها اي قاعده نيوتروجينيه، يعني مثلا على سبيل المثال جي اي 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 هنا او تي او سي او جي فيقطع لي هذا السيكونس. زين هذا سميناه هنفون، نوع من انواع الانزيمات يقطع بهاي الكيفيه، وين ما لقى هذين السيكونسات يكمشن يقطعهن. زين هذا وين؟ خلينا هذا نوع من انواع الانزيمات القاطعه. اخر شيء بالمحاضره وننتهي. زين خلينا ننتقل للصفحه الاخيره نشوف هذه الرسوم. شوفوا عندنا هنا على سبيل المثال عندنا انزيم اسمه الو 1 زين يلقى هذا السيكونس اي جي سي تي يقطعه. زين عندنا مثلا انزيم اسمه اي كور 1 يلقى هذا السيكونس جي اي اي تي تي سي سي يقطع. طبعا هاي ان ان معناها انه اي قاعده نيتروجينيه. زين خلينا نجي نشوف شنو هذا الكلام اللي مكتوب هنا. قبل ما نبدي نشرح البلونت زين هذا الكلام خلينا نشوف شنو العنوان. Plant ends and sticky end. Plant معناها عمياء. Sticky معناها الستيكي يعني شلون اللاصق، يقولون هذه sticky material يعني مادة لاصقة. شنو معنى plant end وsticky end؟ هذا الملحوظتين المهم، هذا العنوان الأساسيات، النهايات العمياء والنهايات اللاصقة هيك معناها. شنو هذني؟ إذا نروح للرسم راح نعرف. إذا نروح للرسم راح نعرف قبل ما ندخل بالكلام. شوف طلاب عندنا نوعين من عمليات الهضم، هذه اخر ملحوظه ناخذها بهذه المحاضره. عندنا مره الدي ان اي ينقطع بهذا الشكل، على سبيل المثال اكو انزيم اسمه الو 1 لما يقطع لي بهذا الشكل. شوفوا الان هنا عندنا هذه القطعه الدي ان اي قطع لي اياها بهذا الشكل، لما انقطعها قطعها من المنتصف مباشره. فايش سوى لي؟ سوى لي نهايه نسميها هاي النهايات عمياء. اكو لا انزيمات ثانيه اي كور 1 لما يقطع لي منا، شوفوا هذه الجي ويقطع لي منا ايضا. فايش راح يصير؟ راح يصير عندي قطعه دي ان اي بهذا الشكل مقطوعه عن هذه القطعه دي ان اي بهذا الشكل، هذا اللي يسمونه ستيكي اند. زين ستيكي اند يعني لما يقطع لي اياها منا ويقطع لي منا الفوسفوداي استر بوند، وبعدين هذني كلهم راح ينقطع عن الاواصر الهيدروجينيه وراح ينفصل الشريطين. زين فراح يصير بهذا الشكل، شوفوا شلون حيصير بهذا الشكل. زين خلينا نشوف ايش مكتوب. يقول the exact nature of the cuts produced by restriction enzyme is of considerable importance in the design of gene cloning experiment. لما نجي نريد نسوي عمليه الكلونه مات التجارب الكلونه. زين عملية قطع الدي ان اي شلون تتم عملية قطع الدي ان اي؟ عملية جدا مهمة. من الريستركشن اندونيوكليسز العديد من الانزيمات القاطعة
make simple double strand cut in the middle of the recognition sequence. مثل هذا اللي قبل شوية شفناه يسموها النهاية العمياء، مجرد يجي يقطعها من النص، يقطع ليها قطعتين وانتهت. يا أما نسميها blunt end، يا أما نسميها flush end. PVU2 اللي هو هذا الإنزيم اللي ذكرناه اللي قلنا يميز هذا ال restriction enzyme، هذا السيكونس، يقطع بأساس البلونت إند، بينما إنزيمات أخرى يقطع لي slightly different way، يعني بطريقة مختلفة شوية. With this enzyme the two DNA strands are not cut at exactly the same position، يعني هاي الإنزيمات القاطعة ما يقطع لي شريط DNA بالضبط بنفس الموقع. Instead, the cleave is staggered, usually by two or four nucleotides, so that the resulting DNA fragment have short single strand overhang at each end. شنو معنى overhang؟ Overhang معناه أنه يتدلى من فوقه، يعني يقطع ليها بالكيفية اللي إحنا شرحناها. معناه أنه يقطع لي ال DNA زين بالكيفية اللي ذكرناها قبل قليل. هذه النهايات نسميها sticky end أو نسميها cohesive end، يعني عندنا استسميت، يعني أما blunt end أو flush end، وعندنا الثاني sticky end أو cohesive end اللي هي بالكيفية اللي شرحناها قبل شوية اللي هي هذه. هذه النهاية لما يقطع ليها بهذا الشكل نسميه blunt end، لما يقطع ليها بهذا الشكل نسميه stuck end. زين the same sticky end. لحد هنا انتهينا الآن من موضوع الستيكي إند والبلونت إند. طيب خلينا نشوف شنو هذا المكتوب بهذه الأسطر المتبقية. One important feature of sticky end enzyme is that restriction in the nucleus with a different recognition sequence may produce the same sticky end. BAM H، هذا الكلام ما المتبقي حضراتكم ما مطالبين به. زين العفو العفو بس دقيقة. One important feature of sticky end، خلينا نروح للرسم. هذا الكلام مطالبين به ما مطالبين به. اخوان شوي انتبهوا لي. هنا عندنا اكو بعض الانزيمات اللي نستخدمها مثل بام اتش 1 بيجل 2 سو 3 اي تعطيني نهايات متشابهة. شوفوا هنا سي تي اي جي سي تي اي جي سي تي اي جي GATC GATC GATC. بعض الإنزيمات على الرغم من أنه هي مختلفة وتميز سيكونس مختلف، يعني ذن N و N مثلا هنا C هنا A C A، كل إنزيم إلى سيكونس خاص به، بس بعض الأحيان أكو إنزيمات لما تقطع تعطيني نهايات متشابهة زين هذا اللي أرد أقول لك إياه. أرد أقول لك إنه بعض الإنزيمات زين اللي هي تعطينا sticky end على الرغم من انه يتميز لنا انزيمات مواقع مختلفة. يعني على سبيل المثال البام اتش 1 السيكونس مالته هو هذا. طبعا للملاحظة الانزيم والسيكونس مالته ما مطلوب من حضرتك لا تقرا لي. يعني على سبيل المثال عندي البي في يو 1 يميز لي هذا السيكونس، ما اطالبك به بالامتحان، ما مطلوب من عندي. بي في يو 2 يميز لي هذا السيكونس، ما مطالب به، لا تحفظه عندي. زين الهنف 3 يميز لي هذا السيكونس وذني كلهن ذني السيكونسات، ايضا ما مطالب به ولا سيكونس مطالب به حضرتك، بس الاسماء احفظ لي. يعني اقول لك هنف 1 مين جاي؟ تقول لي من الهيموفيلس انفلونزا. زين اللي انا اقول لك اياه بهذا هنا الملاحظه انه على سبيل المثال عندي انزيم يسموه بام اتش 1 يميز لي هذا السيكونس، وعندي انزيم ثاني اسمه بيجل 1 يميز لي هذا السيكونس، وعندي انزيم ثالث اسمه سو 3 زين يميز لي هذا السيكونس، على الرغم من انه السيكونس هنا مختلف، جزء من عده متشابه اللي هو جي اي تي سي متشابه ويا من ويا الجي اي تي سي، بس السيكونس اللي قبله منه ومنه مختلف. على الرغم من انه هاي الانزيمات اكو تشابه بالسيكونس مالتها الى حد ما، كلهن يقطعن بنفس الشكل، انزيمات تقطع بنفس الشكل، هاي خاصيه. بس هاي مجرد ملاحظه، حضراتكم يعني مو كلش مطالبين بهاي الملاحظه. زين؟ الملاحظة المهمة اللي أريدها من عندكم هي هاي آخر سطرين، بس هذه الملاحظة من نانا one important إلى لهنا. زين إلى لهنا هذه هنا عندكم هذه الأسطر مو مهمة، هذه الأسطر مو مهمة.
بس عندكم هذين المصطلحين الأخيرات مهمات، وأنا أحبهن ودائما أجيبهن بالامتحان. الأول يسموه أيزو شيزومير، والثاني يسموه نيو شيزومير. شنو هذني؟ خلينا نشوف شنو. عندنا على سبيل المثال الأيزو شيزومير، زين؟ عندنا ذني إنزيمات. خلينا نقرأ أول ما الملاحظات ونرجع للموضوع. يقول الايزوشيزومرز ار بيرز اوف ريستركشن انزيم، انزيمين بيرز معناها زوج، زوج من الانزيمات القاطعه، مختلفات انزيمات قاطعه. سبيسيفيك تو ذا سيم ريكوجنيشن سيكونس، يميزن نفس السيكونس، زين يميزن نفس السيكونس، بس كل من يقطع بشكل مثلا. هاويفر ان انزيم ذات ريكوجنايز ذا سيم سيكونس بات كات ات ديفرنت، نسميها نيو شيزومرز. يعني على سبيل المثال عندي انزيم اسمه مثلا A وعندي انزيم ثاني اسمه B. ال A وال B اثنيناتهم يميزون نفس السيكونس، مثلا على سبيل المثال هذا السيكونس يميزوه، لما يلقون هذا السيكونس يقطعوه. زين اذا ذن الانزيمات يميزن نفس السيكونس، بس كل انزيم يقطع بشكل، واحد يقطع مثلا ستيك اند، واحد يقطع مثلا بلونت اند، نسميهم ذن الانزيمات نيو شيزومرز. فالنيو شيزومرز انزيمات مشابهات يميزن نفس السيكونس بس يقطع عن السيكونس بطرق مختلفة، نسميه نيو شيزومرز. الايزو شيزومرز انزيمات يميزن نفس السيكونس، يميزن نفس السيكونس. يعني الان عندي هنا انزيم اسمه ساك 1 وانزيم اسمه SST1 SIST1 ساك 1. شوف السيكونس هنا نفس السيكونس، فاذا كان الانزيمين مختلفات، انزيم مثلا موجود واحد بالايكولاي واحد بالبروتياس، وكل انزيم له شكله الخاص والى الى الى يعني التراكيب الكيميائيه الخاصه، بس لما يجي يشتغل على الدي ان اي ذن الاثنين مشابهات يقطع عن بنفس السيكونس، نسمي ذن الانزيمات ايزوشيزومرز. زين النيو شيزومرز عندنا انزيمات مختلفه، واحد اسمه مثلا سمال 1 ماخوذ مثلا من الايكولاي، واحد اسمه اكس ام ال 1 مثلا ماخوذ من الستاف اللوكوكس. خلينا نقول اثنينات اللي يميزن نفس السيكونس CCC GGG، هذا هما CCC GGG، بس لما يقطع عن كل من يقطع بشكل، شوف هذا يقطع أول واحدة منه، هذا يقطع بالنص، فنسميها نيو شيزومرز. فبالتالي إذا قلت لك شنو الأيزو شيزومرز، تقول لي يا أبا هاي الأنزيمات مصدرها من أكثر من بكتيريا مثلا، كل إنزيم اسم شكل إله مثلا زين، بس يقطع عن نفس السيكونس، يعني الانزيمات التي تقطع نفس السيكونس. اللي اريده من عندك قل لي انزيمات تميز نفس السيكونس وتقطع بنفس الكيفيه. النيو شيزومرز انزيمات قاطعه تميز نفس السيكونس بس تقطع بكيفيه مختلفه. الى هنا تنتهي المحاضره، اتمنى انه فدتكم بهذه المحاضره. اذا اكو اي سؤال انا بخدمتكم. بالنهايه احب اوضح شيء مهم اخر، اذا تروحون على قناة اليوتيوب مالتي زين اللي هي بسام خضير، راح تلقون بها مجموعة مقاطع، بعضها تعليمية بعضها خاصة بي، يعني اللي هي لأغراض مختلفة، ولكن اكو محاضرات العام. محاضرات العام هي باوربوينت، تقدرون تلاحظوها هي نفس المحاضرة. يعني على سبيل المثال ادخلنا على هاي المحاضرة، نفس المحاضرة اللي شرحت لكم اياها انزيمز، وهذه مجموعة من الانزيمات اللي راح تلقون الشرح ايضا معاد ولكن بكيفيه مختلفه، لان هنا باوربوينت. بس لكونه حضراتكم انتم الان في مرحله انا اتصورها صعبه على حضراتكم، ان شاء الله تعالى انا اساعدكم اكثر. لكونه صعبه لذلك انا دا اقراها واترجمها، والا انا في الظروف الطبيعيه مستحيل اقرا المحاضره واترجمها، وانما اعطيك باوربوينت واشرح الباوربوينت. فبالتالي عندي محاضرات العام صحيح اكو اختلاف بسيط جدا، ولكن تقدر تقول 95% من نفس المحاضرات، قد بعض الاحيان اقلل من عدها المحاضرات، بعض الاحيان قللت مثلا المحاضره الاولى قللت من عدها، ولكن بشكل عام هي المحاضره مشروحه مره اخرى على الباوربوينت بشكل ملخص. بالنهايه اتمنى لكم التوفيق، انا محدثكم دكتور بسام، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.